الشيخ راشد بن حمدان بن راشد آل مكتوم والتهاني موصولة لمضمر مزايا، تهانينا لعتيق بن سالم بالعرطي الحميري. أيها الأخوة، الشوط الختام ينطلق الشوط الثاني عشر للحيل، والكلمة تنتقل فيه للزميل سالم بن علي الحبسي. بسم الله الرحمن الرحيم، الشكر موصول للزميل محمد بن بريك المري على التواصل. أعلنت انطلاقة ختام أشواط هذا الصباح من 6 كيلومترات، والخاص بن الذلل أيضا الأشواط المفتوحة. التذكير حتى هذه اللحظات بصاحبة التوقيت الزمن الظبي بهذا الشعار، شعار سمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم فهد بن حصين النعيمي. الظبي والفاتنة في موقع واحد، ولكن هناك شوق، شوق على ثالث المراكز والمثلث الذهبي المتكون من الفاتنة والظبي، وشوق، شوق لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد المكتوم سعيد بن عبيد الحميري القادم. أحلى هناك لسعة تصل، لسعة تصل مشاهدين الأعزاء متابعين الكرام على رابع المراكز لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم. عتيق بن سالم بالعرطي الحميري يصل على رابع المراكز، وهنا تأتينا صبر على خامس المراكز لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني، بتواجد أيضا فهد بن سيف الخيارين. الخيارين يتواجد مع صبر. وأعود إلى مقدمة الشوط، ما شاء الله تبارك الله على هذا الأداء الجميل، شوق غيرت الجموع، شوق انطلقت ومتشوقة للفوز بالمركز الأول، شوق على الصدارة، شوق وسعيد بن عبيد الحميري يتواجد، لكن بقول 1200 مع شوق، شوق لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم سعيد بن عبيد الحميري، من يتواجد مع شوق في عملية التضمير. المركز الثاني، المركز الثاني، هناك من تأتينا. المركز الثاني الفاتنة لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم حمد بن سهيل بن هيان العامري. وصلت صبر، صبر، صبر لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني، بتواجد فهد بن سيف الخيارين مع هذا الاسم الكبير. يا سلام. المركز الرابع، هناك عنيدة لسمو الشيخ ماجد بن محمد بن راهد المكتوم محمد بن عبد الله بن حميدان، ولكن اكتفي بهذا القدر، اكتفي بهذا القدر، واعود مع شوق، مع شوق هي من افتتحت الكيلومتر الاخير، وبدأنا نقترب من جولة الاوامر يا مضمرين، ال500 متر النهائية، جولة الاوامر النهائية بالاندفاع المباشر وختامها مسك، ختامها مسك. روح يا الحميري روح مع شوق، شوق على الصدارة على المركز الأول لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد آل مكتوم. هناك يتواجد سعيد بن عبيد الحميري، ولكن صبر، 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 صبر لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الهاني. يتواجد فهد بن سيف الخيارين الفاتنة، الفاتنة من الجانب الآخر لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم. يتواجد حمد بن سالم بن هيان حمد بن سهيل بن هيان العامري، غير، غير حمد بن سهيل بن هيان العامري مشكور مع الفاتنة، هي من فتنت الهير. سلام، سلام، واسعد الله صباحكم يا اهالي الهير بدولة الامارات العربية المتحدة على هذا الفوز، والتهنية الى الرياضي الشامل سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم. ثاني المراكز تاتينا شوق لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد المكتوم. ثالث المراكز صبر لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الهاني. رابع المراكز السلطنة محمد بن خميس الكاسبي. خامس المراكز تصل شعار هجن الرياسة بقيادة سعيد بن حمد بن دري الفلاحي، هي على خامس المراكز، ولكن هنا لحظات الوصول قطعت المسافة في 9 دقائق و24 ثانية و87 جزء من الثانية. تهانينا والناموس مشاهدين الأعزاء لسمو الشيخ حمدان بن راشد حمدان بن محمد بن راشد بن سعيد المكتوم وحمد بن سهيل بن هيان العامري. المركز الثاني شوق قاطع المسافه 9 دقائق 26 ثانية جزئين من الثانيه. تهانينا والناموس لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد المكتوم، والثاني لسعيد بن عبيد الحميري.
المركز الثالث صبر لسعد الشيخ القعقاع بن حمد وخليفة الثاني قاطع المسافة 9 دقائق 26 ثانية 36 جزو من الثانية. تهانينا والناموس أيضا لفهد بن سيف الخيارين. هكذا كانت النتيجة مشاهدين الأعزاء في هذه اللحظات. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والشكر لجميع المعلقين. محدثكم سالم بن علي الحبسي وإلى اللقاء.